السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عندي اي حاجة عايز احطها في نص السيلينج، سواء بقى لايتنج، سواء فاير فايتنج سبرينكلر، سواء ديفيوزر، اي حاجة من الحاجات ديت عايز احطها في النص هنا. ففي اكتر من اسلوب، ممكن ان انا ارسم مثلا لاين هنا من هنا لهنا، وبعد كده اسحب دي من هنا كده للمنتصف، هتيجي معايا. طيب في اسلوب اخر، في ممكن اقول له ايه، تيجي كده وتقول له الاين من هنا لهنا، تمام، وتروح محركها بالمقدار مثلا 300. وبرده نفس الفكره من ناحيه. طيب ممكن نعمل حاجه برده كمان، ان انا اعدل في الفاميلي ديت. الفاميلي دي هقول له اديت فاميلي، وادخل هنا في السيلينج وابدا ارسم خط كده، كوبي ريفرنس بلان من هنا كده لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا. طيب مع مراعاة ان الخطوط ديت ما تبقاش ويك، تبقى سترونج ريفرنس. بعد كده هقول له دايمنشن من هنا لهنا لهنا ايكوال، ومن هنا لهنا لهنا ايكوال. بعد كده هعمل دايمنشن من هنا لهنا، ودايمنشن من هنا لهنا، واخلي القيم بتاعتهم مثلا نسميه دي، واخليه مثلا كله للطيب. وهاجي هنا وهقول له انا عايز القيمه بتاعت الدي تبقى ب 600. اوكي تمام، اهي كده بقت 600 الدي. ممكن تقفلها كمان لو حابب، واقول له لود انت بروجكت، واحملها في المشروع، وهتلاقيها موجوده هنا الدي. خليها 600، واقول له ابلاي. اوكي طيب بعد كده بقى في اي وقت ديت اقول له الاين من الخط دوت، اتقرب بس كده هتلاقي ان هو بدا يعمل سيلكت على الخط الجديد اللي هو معمول ريفرنس. وده برضه نفس الفكره، هتلاقيها اتوسطنت بالظبط من خلال الريفرنس اللي احنا رسمناه. فدي هتسهل عليك ان انت في اي وقت عندك الحاجه موجوده هنا في الهواء، هتقول له الاين من هنا لهنا، وبرضه من هنا لهنا، هتلاقي نزلت معاك في النص بالظبط.